السلام عليكم الأول. أنا ممكن أكون مش متحدث لابق ومش مفوه، وأول مرة أتورط في موضوع أن أنا يعني هتكلم وجها لوجه كده. أنا متعود أن أنا دايماً بتكلم وأنا مش بتكلم مباشر كده، يعني حتى في أثناء التمثيل ببقى بكلم زميلي بس مش بكلم الكاميرا كده مباشر. مش أنصحكم بحاجة لأن أنا أضعف من أن أنا أنصح، بس كل اللي أقدر أقوله لكم أن دايماً خلي عندك يقين أن كل اللي نفسك فيه طول ما أنت بتسعى له وبتسعى له بجد وباجتهاد وماشي دغري وما بتبصش حواليك، بص في ورقتك بس وبص في طريقك بس، كل حاجة نفسك فيها إن شاء الله هتحصل في ميعادها. وربنا يا رب ينولكم اللي في بالكم وكل نفسه في حاجة إليها. كل سنة وانتم طيبين. على المسرح مع منى عبد الوهاب الليلة 10:30 مساء في رمضان على قناة مصر الأولى.